يعد مسرح ديونسوس في العاصمة اليونانية أثينا من أقدم المسارح في العالم، حيث يعود تاريخ بنائه إلى القرن السادس قبل الميلاد. ويحظى المسرح بموقع متميز تحت جبل الأكروبوليس المطل على مدينة أثينا، إضافة إلى تصميمه الإغريقي المبهر. تفاصيل أكثر حول المسرح نتابعها في سياق تقرير مراسلنا في أثينا. بألحانه اليونانية التقليدية يطرب هذا العازف المارين به على هذا الطريق العائد بسالكه إلى أعماق الماضي السحيق، حينما كان الفن يحكم المدينة هنا في أثينا القديمة، حيث مسرح ديونيسوس تحت جبل الأكروبوليس العائد إلى القرن السادس قبل الميلاد كان مركزا مهما للمسرح والثقافة اليونانية، بل وأقدم مسرح في العالم. This theater, from what you can see, we're seeing the actual outside of it now. هذا المسرح الذي نقف الآن في خارجه يعد من أقدم وأهم المسارح اليونانية القديمة. يقع على جرف الأكروبوليس. يعتقد أنه بني في عهد الإثنيين من أجل إقامة العروض والمسرحيات الكلاسيكية اليونانية الأسطورية. من الأعلى حيث المشهد أروع، تمتزج خلاله هذه التحفة المعمارية الشامخة بتصميمها الإغريقي المتميز بجمال المدينة وعراقتها، فيما لا تزال جدران المسرح شاهقة وشاهدة على رقي الحضارة اليونانية. أما المدرج الرخامي فيواصل استيعاب 17,000 متفرج لا زالوا يحضرون عروضه المسرحية بين الحين والآخر. يعكس المتحف رقي الحركة الثقافية في اليونان القديمة، وكذلك هو شاهد على الحقبات الزمنية التي خضع فيها لعمليات ترميم وإضافات، حيث إن مقاعده الأولية كانت من الخشب ثم استبدلت بالرخام عام 330 قبل الميلاد. أعتقد أن أهمية هذا المسرح أنه قائم إلى الآن في تقديم العروض، وأنه يستوعب أعداد كبيرة من الزوار، كما يمكن مشاهدة أماكن الممثلين فيه، وأنه فعلا مكان مزهر يستحق الزيارة. على هذه الرقعة الرخامية استضاف هذا المسرح عروضه العالمية الأولى لبعض أهم التراجيديات التي كتبها أسخيلوس وأرستوفانيس وسوفوكليس وغيرهم من كتاب المسرح اليوناني في ذلك الزمن. عند بوابة هذا المسرح يلتقي الماضي بالحاضر، فمن أقدم مسرح في التاريخ الإنساني بل ومهد فن المسرح في العالم إلى أهم وأجمل معلم يعرف عن حضارة اليونانيين القدامى، ولا زال يقدم عروضه المسرحية ليومنا الحالي. من مسرح ديونيسوس، سامان فخري، تلفزيون البحرين، أثينا.